خالتي وبخوتي احنا وصلنا دابا لجبل بومزية. يا خالتي وأميرة ونور ومحمد خالتي أمين. ويا راس من ماما نحكي هذاك شنو واحد عندنا خالص اما هذا ختم البيضة يحطوها. طيب هذه يا خالتي كانت النسيه. خوتي السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد كما تشوفوا معايا يما. وخالتي طالعين بومزية واحد جبل عالي الفوق. المهم طالعين تما مشينا كما تشوفوا. هيا خالتي هزة الصاك مشينا الوقت تما ميرين تاح ونساريوكم معنا شوية. المهم جات عندي يما بغاو يوم راه خيط طلعوا تما وعيطنا لخالتي وماشيين دابا. المهم هيا خالتي نزيد سلم على الناس كيف نتوما. السلام عليكم، لاباس عليكم، شخباركم؟ دعي مع هام الله يجيب التيسير، الله يجيب التواسر آمين. المهم أخوتي هذا الدور اللي بان لكم، هذه تال زمور، تال زمور النخلة. صراحة من هنا يبان واحد منظر واعر. هاد البلاصة اسمها المنيزة، يسميوها المنيزة. هي خالتي منيزة، من هنا يطلو تجلس هنا يبان واحد منظر واعر. الاثنين دبوب عن راه فين؟ الاثنين دبوب عن يبان من بومزية، يبان واقيلا قريب بومزية يبان بزاف. عندي بخوتي واحد المنظر تبارك الله واعر. هنايا كاينة الروضة. شنو اسم هذا الروضة خالتي؟ منيزة. لا هاد البلاصة اللي يطمروا فيها شنو؟ سيدي عبد الرحمن. ها؟ سيدي عبد الرحمن. سيدي عبد الرحمن. المهم هنا فين يطمروا؟ كاين فوق في بومزية تما عاوتاني يطمروا الناس. هادي هي الشتاكة، هادي الساحة الشتاكة هادي مزيانة على الكسيفة اللي كان فيه مدار فيها. هادي هي الشتاكة. هادي هي الكسيفة اللي كان فيه مدار فيها. يدقوها وهذا يشربوها لك سيبا بلا فيها الدرب. دنيا واعر هناي. شو خلت اختي لين كي لحتش شوف ديك الدخان راه يطلع ديك الديار وضع ديك الدخان تحت منهم ديك تحت ديك الديار مع الوان. تبارك الله مع الوان انك شو راه طرق ثاني راه مشيو ندورو هايتا نعدي راه لديك من الانطره اللي هنا بعد بزاف هذيك تاع لينا نمشيو تمار راه لا عين راه عندهم كما تشوفوا خالتي حامله الصاك عندنا فيها ها نعوز واش هنا يجوزوا عليها في الطريق الله يرحمه ويوسع عليهم كاملين. اطلع يا نرجيل ضروها بنتها شريكه هذين الراجل وهذيك المراه ديالنا اللوليه. تاع القيام انت شجاع ايش وكامل. يلا بنتي بحالها واصلا اسمه المنيزه. هانتوما اختي كما تشوفوا تبارك الله العدس كبيره قد نور. المهم هاد البلاصه اسمها تالمنت. هينا تبارك الله البواد بزاف والعقبه هاد الدوار تاورات. اميره اجي. ايوه اجي ايوه ايوه انت اجي. أميرة أقول لكم المشاهدين ديالنا جبتكم الورود. قولوا أنت السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدين ديالنا. شنو أنت جبت المنوار؟ أه أعطيه منوار.
شكرا شكرا. يوم الريع انزهى وصاف يا لله، يوم الريع لجات يوم الريع لجات يوم الربيع بربيع عاوز. نكمل نكمل. انا جيت اضحك. يلا زيد زيد قدامي. يوم الربيع بربيع وانا بلا ربيع، يوم الربيع لجات يوم الربيع لجات يوم الربيع بربيع وانا بلا ربيع يوم الربيع. خطر ربيعة. لجات يا مربيع لجات يا مربيع انزهى وصاف يا لله يا مربيع لجات يا مربيع لجات. يلا نقوزوا بعد تنطلعوا. أعطيك صحة. يا أبا شوية سمعونا شي. أجي بس دم أنت. أتى أدى حشيب. مرت بجانا شفتك الدار تيك الحيطة يوم ضربة فوق مني. تبارك الله. زعم الله يكونكم في العون دي الوقت. والله يكونكم في العون دي الوقت. شوف الغابة كبا الغابة ما أدري شو بنمشي نجيب الغابة فيها هذه. البلوط كبير. البلوط كبير ولا. وصلوا. شين يا أنتي؟ الجمار وري نشوف وري انتي ايش الشطة ماشي الجمار. يلا زي انتي تنطلعون من جمع الجمار. يا خالتي وأميرة ونور ومحمد أمين. المهم هي المقلة اللي جبنا معانا. قبلوا علينا صاحبي. جبنا شي حاجة قليلة. جبنا هنايا الحرشة والرغايف اللي صاغ بالمرأة الخاي الله يعطيها الصحة. المهم والكيكة وديكشي. المهم احنا طلعنا عند سارة وقالوا خصهم يشوفوا هاد البلاصة وطلعنا معاهم لهنايا. يا خالتي أميرة. سلام عليكم. لا خرج لا. يلا هدا. أنا وصلنا البومزية. وصلنا البومزية. الله ينفعنا بالبركة. اجلس. البومزية الله ينفعنا بالبركة ديالك. هيا الحفاظ. كوني انتوا ما عندكم شيء. اجلس أميرة. وقربوا داك لو الحين عقلنا شمال يلا داو يقلبوا هذه قلب هذه ديك الكاسه. قرب خالتي قرب. انا قرب قول له عيا جلسه فين هتي فين الزرع لسه باش نتغدى ومشي
اجي. انا تاي معك ماشي. انا ماما. مانيش راجعة للبنان. ماما. 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 كثير لا كل شيء انا. ماما تعال. انا اختخذ. ويا راس ماما هذا. قال هو يجي الخلي. انا دابا مشى الخلي. لا 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 مزيان كبير وتخلى كيفي وخاصين باب يزغل. يا خاصين اهل المارينا. هذه دابا هذه في العثماني ولاد. هذه شي يقولوا له. لا هي العثماني وهذه بنتي. هذه نعيمة. نعيمة بقى بالرحمة. النارية ولا النارية. النارية. ونعيمة. هذيك مثل. زيدو. الله يكون في العون. واخر فخر في زاد الغلوه اللي قلت لي انا عاد على الحد الدار ما كنا شتات اشتيك ابر غلو نكره ليك ما كيفاش شتي ويبداو كنا نتاع يجي بالدعاء يجي بالقول يصير الله عم بردت لنا الناس ودي من الدوار يا ابنا برغلو اه حجر هذه انا بردت لنا قلبنا برغلو ولا يا طلبان ونحشي في راب لا 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 نجي لا بس لا نجي لا نجي الكبيرة ان شاء الله البارح كنتي الكبار بكي حبوا هنا فين وراها هذا انا اللي صح مشي هاي بيه انا اللي جا انا اللي الله يسالك شنو اللي شتي تما هذا ختم البيضه يحطوها تما شي واحد يديه شكون ما صاب ما يجي الفقيه او الساعي حي لي فاطمه هذه يا خالتي كانت هنا السيد هذه لالا مزيزه رابطه لا انت عندنا البركه ديال الله يعطينا الصحه والصبر والتسامح الخطأ المهم اخوتي هنا كانت قال لك كانت هنا السيده كانوا يجيو الناس الدوار الناس الدوار اصلا كاملين كانوا يجيو يزوروها ايوا كما تشوفوا دابا رابط نزورها حتى من خمس لخمس عاش العبي واه هاي ويا هادشي اللي كاين هي هادشي اللي كاين المهم اختي كما تشوفوا هنا جا شي حد يزور وحط هنا كاين الزرع في ديك الصاك وكاين البيضات وما عرفتش شنو كاين في هذا الصاك هذا المهم الناس يجيو يزوروا ضروري يجيبوا شي حاجه في يد ما يحطوها هنا عند السيد هبطينا أميري
واخ كخصو الفاس شقر شنو يلقي دابا انت يا يسار دابا الحبيبه ديالي نحفروا على الجمار لي هذا خص خواعر هذا ما كنا حنا نجيو نحتش كنا نقطعوا عاود تجي الضراب هذا يضرب له في يده فيه الشوك تجيب ده مصي فيه كخصة الفاس ضراب ضراب لو حد تم لو حد تم ضراب هذا الحد ديال هذا شنو هذا شقريق درن درن هي بحال تيو ضراب يا زيد ضغطه انا قلت لك هذا الحد ديالي انتم يا خوتي هاد الزين فداي ما قال لحقوا له الساعه ويلا قلت لكم انا مقاع ديالو ما نعرفوش حياتي انا ضل غزاله موالي احفر لها عليا جبتها لها طن موالي والله لا وداها هاي هبقى شقر شوفوا ويصل بقى لا شقر أيوة بالجبر مال حبيبي ويلي 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 واكلينا الجمر هالنهار بفريق لانا واحدة جا حمتنا الو عمي راج كيف شنو راسل هذا شقر صح نشوف هذا شقر تبي يكمل لنا على الجمر وتشوفها في التيو شويه معلقه في العنق ديال القط محمد يعيا عني ولا عزيزه ما بقيتش بحال شحال هذه هذه مشي للواد وتجيب لي حمل هذا ونغلب عليه ديما الحرام ديما حطي ايوا بابا هيا طلقناها بالحتيش انتم اختي كما تشوفوا خالتي حتشت الربيع البقره ديالها هدي لها ماذا اكل ودابا تجمعوا في الخنشه هذا كان الفيديو ديالنا نتمنى الله يعجبكم ودابا ماشي بحالنا يا خالتي حتى هما شاف حاله ما خالتي قلنا بالسلامة السلام عليكم الله يدعو معنا بالتيسير الله يعاون وبارك للناس العواشر شهر شعبان في شعبان النار الناس يبارك العواشر الله يدخل علينا بالرزق والصحة والهنا والزكاة والبركة ندخل مسعود علينا امين يا ربي المهم اخوتي عواشركم مبروكة بالصحة والهنا ويخلي لكم ربي الوليدات ديالكم واللي بالو شي حاجة الله يحقق له يا ربي امين
ونتلاقاو فيديو اللي ماجي ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم. الشمس قريبه الغيم كما تشوفوا، قريبه المغرب.